أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان. فجميع اللاجئين السوريين تقريبا باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة على حد قولهم. صحيح نور، وفقا للأمم المتحدة فقد كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021 عن وضع بائس يرثى له، إذ أن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع. سنتوقف مع تفاصيل هذا الخبر بعد متابعة تقرير ناصر عدنان. نحن مقبلين على مأساة حقيقية، والموت عم نشوف كل يوم الموت عدة مرات. الموت وقت ما نأمن ربطة الخبز، الموت وقت يخلص كرت التغذية، قيمة كرت التغذية بنقبض ب5 أشهر بكون ب10 أشهر خالص. من خلال تجربة النزوح والتهجير واللجوء، يقول السوريون في المنافي والشتات إنهم اكتشفوا أشكالا جديدة للموت لا تخرج الروح فيها من الجسد إلا على دفعات، مرة بأحداث عنصرية طاردة أو باستقبال وفق شروط إنسانية رديئة، وأحياناً من جراء تأثرهم بالظروف الاقتصادية للبلد المضيف. لبنان الذي يحتضر مثال صارخ على ذلك. نحن عندنا الوضع هون مأساة على السوري وعلى اللبناني بشكل عام. عندنا السوري معه بطاقة الأمم الحمراء، وعندنا العرساني معه بطاقة شؤون. ليس على أهله فقط بل على اللاجئين أيضا. تقول الأمم المتحدة في سردية جديدة لها إن السوريين في البلد الجار يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. تضيف الأمم المتحدة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمتها للطفولة أن جميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة. ترد الأمم المتحدة المشكلة إلى أصلها، فالأزمتان الاقتصادية والاجتماعية في لبنان أثرت على الضيف والمضيف، حيث كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين في بلاد الأرز للعام الجاري عن وضع بائس يرثى له بحسب تعبيرها الحرفي، إذ إن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين يعيشون اليوم في فقر مدقع. بشتغل أنا من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المساء، عمري 11 سنة، بشتغل بمحل ميتورات، أيام باخذ مصاري وأيام لا، وما عم بروح على المدرسة وبعين أهلي. يوضح بيان المنظمات أن 2 من أصل كل 10 عائلات لاجئة غير قادرتين على الوصول إلى مستلزمات رعاية الطفل الأساسية، و1 من أصل كل 10 عائلات غير قادرة على الحصول على مستلزمات النظافة الصحية النسائية. كما ذكر أن الأطفال يتحملون الجزء الأكبر من أعباء الأزمة المتفشية، ف30% منهم لم يدخلوا المدرسة قط، بل دخلوا في سجل قاتم من الفقر والعوز، ولم يعد لديهم إلا نظرات تدين الإنسانية جمعاء. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من بيروت نور توق، أهلا بك نور. وأيضا أرحب بحسام الغالي وهو المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان، يسعد مساك. وأبدأ معك نور، يعني حسب الأمم المتحدة 9 من 10 سوريين موجودين في لبنان تحت خط الفقر المدقع، يعني على طول احنا بنشوف تقارير عن الوضع الاقتصادي الصعب للسوريين في لبنان، لكن هي النسبة ليست بالقليلة، مفجعة. يعني هل اليوم فعلا السوري غير قادر على تأمين أبسط مقومات الحياة في لبنان؟ نعم نور، تحية لك وللزميلة يارا. بالفعل يعني كما ذكرتي إنها ليست نسبة جديدة، والتقرير بشكل كامل
لم يكن نوعا ما صادما بسبب الواقع هنا في لبنان، يعني نحن الموجودون هنا في الواقع اللبناني قد نتوقع هكذا نوع من التقارير، لأن وضع اللاجئين السوريين اليوم تأزم بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ سنتين والتي أثرت عليهم بشكل كبير، لأنهم أصلا يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة. لذلك اليوم كل هذه الظروف أدت إلى زيادة المعاناة عند اللاجئين السوريين، إلى ارتفاع نسبة الفقر فيما بينهم. والدليل على ذلك التقرير الذي صدر منذ عام تقريبا وأكد أن نسبة الفقر بين اللاجئين ارتفعت إلى 90%، الفقر المدقع إلى 90% فيما بينهم. لذلك اليوم هذه المعدلات ترتفع أكثر، لأن ليس هناك أي حلول لا للبنان أصلا ولا للاجئين تحديدا. لذلك هذه المستويات، معدلات الفقر ترتفع ومعدلات البطالة يعني الذهاب إلى المدرسة وفرص العمل والبطالة وكل هذه الأمور يعاني منها اللاجئ السوري في لبنان من دون التفات جدي إلى ملفه. يعني كنت أذكر ذكرت في مرات سابقة وأشدد على هذه النقطة اليوم، أن اليوم الدولة اللبنانية والحكومات اللبنانية المتعاقبة تضع ملف اللاجئين السوريين في آخر أولوياتها، ولذلك اليوم لا نرى أي حلول أو مساعدات جدية للاجئين في لبنان، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءا في مجمعات اللاجئين ومخيماتهم. يعني نور اللبناني نفسه هو من آخر أولويات الحكومة اللبنانية، فما بالك باللاجئ الموجود على أراضيها؟ نعم بالفعل، يعني اليوم المواطن اللبناني يعاني من كل الجهات، من ناحية المحروقات، من ناحية الأدوية، من ناحية العمل. فما الحال إذن عند اللاجئ السوري الذي يعيش في لبنان والذي لا يمكنه أصلا منذ سنوات أن يصل إلى حقوقه؟ فما الحال إذن اليوم؟ يعني الأزمة تطال الجميع ولا سيما المجتمعات الفقيرة أصلا. كما ذكر التقرير هناك تشديد على هذه النقطة، أن كل الذين يقطنون في لبنان تأثروا، وتحديدا المجتمعات الفقيرة والعائلات والتجمعات الذين يعيشون أصلا في فقر وفي ظروف معيشية صعبة. صحيح. ابقي معنا نور، سوف أنتقل للسيد حسام الغالي، انضم إلينا الآن المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان معنا من بيروت. أرحب بك سيد حسام، يعني أكيد اطلعت على هذا التقرير وقبله تقارير كثيرة. ذكر هذا التقرير في إحدى مفاصله موضوع الاستراتيجيات السلبية التي يتبعها اللاجئون السوريون بعام 2021، وكان حقيقة استوقفني هذا الموضوع للكثير من التفاصيل اللي جاءت تحت هذا البند: تسول، اقتراض مال، منع الأطفال من الدراسة. إذن هي كلها تبعات بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اللاجئ السوري. ما هو انعكاس هذا الموضوع في المستقبل القريب؟ لا شك أنه هذا الموضوع سيؤدي إلى يعني ضرر كبير للمجتمع السوري، مجتمع اللاجئين السوريين، ثم سيتأثر المجتمع المضيف، المجتمع اللبناني بشكل كبير جدا، لأن الفقر والجوع وما يتبعه من مرض وبعد عن التعليم والجهل، هؤلاء جميعا يعني يعطون المبرر أو البيئة المناسبة للفساد وللتطرف. فعندما نتحدث عن اجتماع هذه العوامل، فنحن نتحدث عن كارثة حقيقية يمكن أن تحيط بهذا اللاجئ في المستقبل، في ظل أنه لا يوجد اهتمام. يعني يمكن المراسلة عندكم ذكرت أنه والله موضوع الحكومة اللبنانية تضع اللاجئين السوريين في آخر اهتماماتها. أنا أقول أنها لا تضع هذه القضية في اهتماماتها أصلا، بل كل همها خارج الحسبان، يعود السوريون إلى سوريا. طيب سيد حسام، يعني مثل ما ذكرنا هذا التقرير وغيره تقارير كانت عم تنقل واقع سوريا الصعب في لبنان، وما زالت منظمة الأغذية العالمية تخفض تمويلها لمساعدة السوريين. ما هي الأسباب؟ هي تدعي أن هناك مجموعة من الأسباب. السبب الأول قلة الواردات والتبرعات التي تأتي إليهم لهذه القضية، والسبب الثاني توقف جزئي لكثير من المناطق التي كان فيها حرب داخل سوريا، وأن القضية السورية لم تعد هي قضية يعني حيوية تجاه المنظمات الدولية وتجاه المانحين بشكل عام. والقضية الثالثة أيضا التعقيدات التي لا تعلنها، ولكن هي يعني واضحة جدا
في تحويل الأموال وفي المتابعات وفي الإجراءات الرسمية التي تفرضها الحكومة اللبنانية أو الأجهزة الأمنية اللبنانية أو البنوك، ما إلى هم هنالك من تعقيدات تجعل يعني وصول اللاجئ السوري إلى هذا المال ضعيفا. فتصوري مثلا أن سعر صرف الدولار هو الآن حوالي 17,000 ليرة، ولكن تصرف المساعدة للاجئ السوري بحوالي 8,000 ليرة، وهذا حديثا كانت تصرف بحوالي 3,000 أو 4,000. فهم يقبضون بالدولار ولكن تحول ذلك إلى الليرة اللبنانية، وبالتالي يتم اقتطاع عركات بطريقة أو بأخرى نصف هذا المبلغ الذي هو من حق اللاجئ السوري الموجود في لبنان. طبعا يعني سيد حسام، أيضا من ضمن هذا التقرير والتفاصيل اللي ذكرها التقرير، أحد التصريحات لعبد الله الوردات ممثل برنامج الأغذية العالمي قال أن هذا العام كان حافلا بالصعاب بالنسبة لجميع السكان في لبنان، ليس فقط السوريين وإنما اللبنانيون أنفسهم، وقال أنه بفضل الدعم السخي الذي تقدمه الجهات المانحة يساعد برنامج الأغذية العالمي أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري و600 ألف مواطن لبناني في الشهر الواحد، فهو يقدم مساعدات نقدية وحصصا غذائية فضلا عن تنظيم الأنشطة للدعم والحماية لسبل كسب العيش. هل هذا الكلام حقيقي ومنطقي، وكم يعني تنفيذه على أرض الواقع؟ يعني يقال هناك دعم سخي، هناك مبالغ مخصصة للاجئين واللبنانيين أيضا، كيف يترجم على أرض الواقع؟ وهل هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة؟ هو هذا الكلام تسويقي، هو الرجل عم يحاول يسوق حتى يعني يشجع الناس إلى التبرع، ولكن للصراحة يعني اللاجئ السوري الأمم المتحدة عبر برنامج الأغذية أو عبر برنامج الأغذية العالمي عبر الأمم المتحدة المفوضية العليا يضمن أو يكفل ما مجموعه 400,000 سوري من أصل 1,000,000. فمن أين أتى 1,000,000 سوري الذين تمت كفالتهم؟ أضيف إلى ذلك أن كفالة السوري اللاجئ السوري اللي هم فقط 400,000 تم كفالتهم وفصلوا بقية العائلات هو حوالي ما يصل إلى 300,000 ليرة يعني شهريا، وهذا الكلام جديد، كان 100,000 يعني 300,000 ليرة ربما تصل إلى $20، وهذا وربما أقل كمان. فأما 600,000 لبناني فلا شك أنهم يحاولون أن يساعدوا في لبنان، ولكن أنا لا ليس لي علم أن المساعدة داخل لبنان إلى هذا القدر من المواطنين الكمية، يعني 600,000 ولا أظن ذلك، ولكن أعتقد أن برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة ستطور من عملها تجاه اللبنانيين، لأن الكارثة كبيرة جدا على اللبنانيين أيضا، وسنسمع الصرخات، وخاصة أن الصوت اللبناني والإعلام اللبناني يعني عالي، وبالتالي فلا شك أعتقد أن هناك المزيد من المساعدات التي ستأتي إلى اللبنانيين. أتمنى يعني أن تأتي المساعدات وأن تكون كافية سواء للبنانيين أو حتى للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. يعود إليك نور، يعني بظل هذه المعطيات التي نتحدث عنها، كيف تدبر اليوم السوري أموره، أمور حياته اليومية؟ هذه الظروف القاسية التي يعيش في ظلها اللاجئ في لبنان تجبره على العمل في يعني او العمل كما ذكر التقرير او اقتراض المال من اقاربه من محيطه من ناس يعني يمكنه الاقتراض منهم، او ينجبر على العمل في ظروف عمل صعبة جدا في دوامات طويلة في مردود مالي منخفض جدا، او يلجأ الى سحب اولاده او يعني عدم ذهاب أولاده إلى المدارس، وهذا الأمر الذي نشهده بشكل كبير هذا العام هو التسرب المدرسي للأطفال بسبب عدم التمكن من تسجيلهم أو لتوفير قسط قليل من يعني قسط صغير من المال بدل دفعه على الطفل في المدرسة يمكن العيش من خلاله، أو اللجوء إلى عمالة الأطفال، وهذا ما نشهده بشكل كبير يعني الظواهر التي ممكن منذ بدء الأزمة. منذ بدء أزمة اللجوء إلى لبنان اليوم ازدادت هذه النسبة بشكل كبير بسبب الظروف في لبنان، نلاحظ هناك نسبة مرتفعة جدا من عمالة الأطفال واستغلال الأطفال في لبنان بسبب هذا الموضوع، بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية والشروط القاسية التي يعيش فيها اللاجئ في لبنان، والتي تجبره على اللجوء إلى هذه الاحتمالات أو إلى هذه الخيارات
للتمكن من الاستمرار في العيش. اليوم كما ذكر التقرير وكما نرى في الواقع اليوم اللاجئ لم يعد همه تأمين شروط رفاهية أو مطالب ثانوية، بل هو فقط يطلب أن يبقى على قيد الحياة هو وعائلته وأولاده. لذلك اليوم الشروط التي يعيش فيها اللاجئ السوري هي فعلا صعبة، خصوصا يعني هذه الشروط التي باتت صعبة أكثر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان. طيب سيد حسام، قبل قليل ذكرت مراسلتنا موضوع أن لبنان اليوم لا يهتم سوى بمحاولة إعادة اللاجئين إلى بلادهم، هل فعلا هذه الظروف سوف تدفع اللاجئين للعودة إلى بلادهم وهم يعلمون مصيرهم في حال يعني عادوا فعلا؟ هل فعلا هذا يعني الموضوع ممنهج لإعادتهم إلى بلادهم؟ المشكلة في لبنان سيدتي أن الحكومة اللبنانية أو الأجهزة الأمنية اللبنانية تضع قضية اللاجئين السوريين في إطار القضايا الأمنية، ولا تضعها في أي قضية سياسية أخرى إلا القضية الطائفية واختلال التوازن الطائفي في لبنان. هذا يدفع إلى النظر بالموضوع على أنه يعني اختلال ديموغرافي كبير في الساحة اللبنانية، وبالتالي لابد من إعادتهم إلى سوريا وبغض النظر إذا كانت سوريا آمنة لهم أم لا. يتحدثون عن العودة الكريمة، شو العودة الكريمة؟ لكن التضييق على اللاجئ السوري في لبنان من حيث منعه من العمل وموضوع الإقامات وعدم إعطاء الإقامات والاعتقالات والمتابعات وعدم السماح ببناء أي حجر أو هيكل حجري لخيمته، ومن باب التعقيدات التي تحصل على الجمعيات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء جدا في لبنان والمتجه نحو الانفجار والهاوية، يدفع الكثير من اللاجئين نعم إلى العودة بغض النظر ماذا سيحصل لهم في داخل سوريا. وهذا أمر خطير جدا، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تنظر بعين الرعاية إلى مثل هذه الحالات. وقد صدرت منذ فترة تقارير تتحدث عن اختفاء عدد كبير من الذين عادوا إلى سوريا ثم بعد ذلك اختفوا بسبب ظروف غير آمنة موجودة. صحيح أن الحرب توقفت في كثير من المدن السورية وانتهت، ولكن لا تزال هناك أسباب كثيرة تعتبر من الأسباب التي لا تؤمن عودة هذا اللاجئ السوري. ممكن فقر، ممكن اعتقال، ممكن حالات، ممكن منزله محتل، يعني هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تمنعه من العودة أو تعيق العودة. نور، يعني ذكرنا الوضع الاقتصادي صعب على اللبنانيين أو حتى على السوريين الموجودين في لبنان، وظهرت عدة ظواهر منها عمات الأطفال وتسرب الأطفال. ماذا عن القطاع الصحي في لبنان بظل هذه الظروف؟ نعم نور، يعني الأزمة الأساسية التي يعاني منها لبنان منذ عام تقريبا هي انقطاع الدواء وانقطاع المستلزمات الطبية وتضرر قطاع الضمان الاجتماعي والمساعدات الصحية من وزارة الصحة، وهذا الأمر أثر على اللبناني وعلى اللاجئ في لبنان الذي لم يعد قادرا على الدخول إلى المشفى، يعني لسببين. السبب الأول عدم تمكنه من تحمل التكاليف المالية الباهظة، لأنه من المعروف أن القطاع الاستشفائي في لبنان من الأغلى عالميا ومن الأكثر كلفة. بالإضافة إلى ذلك النقطة الأهم وهي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية. اليوم اللبناني واللاجئ السوري غير قادرين على تأمين الدواء، وليس هناك مساعدات في هذا المجال. كان هناك بعض الجمعيات التي عملت على يعني على تأمين بعض الأدوية من الخارج لتوزيعها في لبنان على المحتاجين، ولكن ليس هناك خطة حتى ساعة وضعت من الحكومة لحل هذه المشكلة. اليوم اللاجئ السوري كما تبين في التقرير بنسبة كبيرة غير قادرين على الوصول إلى الاهتمام الصحي اللازم وإلى الرعاية الصحية اللازمة، وخصوصا عند الأطفال والنساء. اولا بسبب يعني غلاء او صعوبه متابعه هذا الموضوع بالنسبه لهم، وخصوصا من الناحيه الماديه، وثانيا مؤخرا يعني في الفتره الاخيره بسبب انقطاع كل ما يلزم من الادويه والمستلزمات الطبيه، من ابسطها يعني من ابسط الادويه التي يحتاجها ربما الطفل او الامراه او يعني العائله، كل افراد العائله لمرض صحي ربما قد يكون بسيط جدا، هناك انقطاع للأدوية، وهذا ما أثر أكثر وعمق الأزمة أكثر، الأزمة الصحية على صعيد كل لبنان وكل من يقطن في لبنان. طيب وكما تبين في التقرير
كنت بس أريد التنويه أيضا لنقطة مهمة ذكرها تقرير الأمم المتحدة، قال أن دراسة تظهر زيادة في متوسط بدلات الإيجارات لجميع أنواع المساكن وفي جميع المحافظات، فضلا عن زيادة في احتمالية الإخلاء. هل فعلا هناك أي حادثة إخلاء سمعتي عنها من المنازل؟ نعم يا رب، بالفعل هذه المعلومة يعني صحيحة ومؤكدة، وتبينت معنا منذ عام تقريبا في الجولات على مخيمات اللاجئين في لبنان، وهي بدأت منذ أن بدأ التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. بدأ أصحاب أصحاب الأرض التي بنيت فيها الخيام أو أصحاب المنازل المؤجرة للاجئين برفع أسعار الإيجارات بحجة أنهم يريدون هم أيضا أن يعيشوا، هم أيضا يريدون مردود مالي يعني للتمكن من الاستمرار في العيش مقابل هذا الغلاء الفاحش ومقابل التلاعب بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. لذلك اليوم اللاجئ الذي يعيش في بطالة والذي غير قادر على تأمين أي مدخول مادي في الشهر لم يتقبل هذه الزيادة، وبالمقابل الذي يؤجر المنزل يطالب بزيادة للتمكن من الاستمرار، وهذا الأمر لم تحله أي جهة مسؤولة إن كان بلديات أو إن كان الحكومة أو إن كان أي وزارة معنية. لذلك شهدنا حالات كثيرة من الطرد المفاجئ لعدد كبير من العوائل، وفي عدد كبير من المناطق اللبنانية في البقاع في الشمال في طرابلس تحديدا وعكار، يعني للأسف كل شيء يهون جماعية. يعني نعم نور، كل شيء يهون أمام أن يكون العائلة أو الشخص بدون مأوى، بدون ما يكون في سقف يحميهم. دعيني أنتقل إلى السيد حسام الغالي. يعني سيد حسام، كما ذكرنا في البداية الكثير من التقارير تظهر وهي يعني تدرس الواقع بشكل حقيقي وقريب من اللاجئين وحتى من اللبنانيين أنفسهم. ماذا بعد هذه التقارير؟ قلق دائم، قلق دائم من الأمم المتحدة. ألا يوجد أي طريقة لإسعاف هؤلاء اللاجئين اللي هم أقل حظا من كل اللاجئين السوريين الذين هاجروا إلى دول الجوار؟ اللاجئين السوريين في لبنان يعني هو العنوان الأبرز والعريض اليوم بالنسبة لكل المشاهدين. يعني هناك عدة طرق يمكن أن تنهي هذه الأحوال، وكنا من بدء الأزمة قد اقترحنا مثل هذه الحلول على الحكومة اللبنانية وعلى الوزارات المعنية في الموضوع. النقطة الأولى أو الحل الأول إن بقاء المخيمات العشوائية التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات العيش الكريم هي كارثة فوق الكوارث، وهي أكبر كارثة موجودة في لبنان، وقد لا تكون موجودة في أي منطقة أخرى، ربما فقط في الشمال السوري. يجب على الدولة أن تسمح ببناء مخيمات كبيرة ومتابعة من قبل الدول والأمم المتحدة، وتؤمن هذه المخيمات كل الخدمات الممكنة كما فعلت الأردن في مخيم الزرقاء مثلا، بحيث أو الأزرق، بحيث يكون فيه يعني مستشفيات، يكون فيه خدمات مختلفة، مدارس، وهذا سيؤمن يعني حل أفضل للواقع السوري. هناك حل آخر وإن كان يعني سيئا، ولكن فليتم اختيار العائلات التي لا تستطيع بحال ما أن تعود إلى سوريا، وليتم إعادة تنظيمها في دول أخرى. يعني مثلا هناك كثير من الدول تقول أنه والله اليوم ستأتي بمائة ألف لاجئ ومئتين ألف لاجئ، ولكن الحال أن اختيار اللاجئين من قبل السفارات يعني لا يكون إلا بناء على حاجات الدول التي تريدها، وقد يكون الإنسان يذهب إلى سوريا ويعود ما عنده مشكلة في سوريا، وعلى ذلك تأخذه كلاجئ ويعاد توطينه. لكن يعني أنا أعتقد من كل هؤلاء اللاجئين الموجودين في لبنان حوالي مليون لاجئ، أنا أعتقد هناك في حقيقة حوالي 300 إلى 400 ألف لاجئ حقيقة لا يمكن أن يعودوا إلى سوريا. هؤلاء لو يتم إعادة توطينه. نعم سيد حسام، يبدو فقدنا الاتصال معك لكن انتهى وقت هذه الفقرة. حسام الغالي المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان معنا من بيروت، شكرا لحضرتك. وأيضا بيتشكر مراسلتنا نور طوق من بيروت، شكرا لك نور على جهودك.